كابتن عبد الجليل عشان الوقت يداهمنا. ايه رايك في اللغه العربيه الفصحى؟ حلو. الوقت يداهمنا. اكتر لعيبه لفتت نظرك الموسم ده في الدوري؟ الثلاث مباريات برضه عشان الثلاث مباريات يعني في مروان حمدي من الاتحاد. مروان حمدي عطية. في أوستن أموتو عامل مستوى. صبر رحيل وده من ولادي. صح. لأن صبر أنا كنت في الأيام المقصة زمان أيام الفراعنة طلعته من ناشئين المقصة ولعب. سيد زيزو على فترات. حمدي فتحي رجوعه حلو. يعني في كذا واحد ولا أجيب لك برضو من بره. عجبني احمد ياسر في السيراميك. كريم بامبو في البنك الاهلي عامل موسم. صح. الله. صح. اكبر. صح. سلام عليك. ونفسي يروح مره المنتخب. يعني من اللعيبه الكويسه. بقيه الناس في ناس هتيجي. وفي ناس ما يعني هتروح. طيب. في الفندق كده شويه. بس ماتش كريم فؤاد انت رغم ان انت قعدت ساعه تدخله المنتخب. لسه. ما احنا مش انا ما اقدرش احكم على كريم الا بعد نهايه الدور الاول. صحيح. اجي اقول لك كده. صحيح. او اقول لك بقى يعني. صحيح. بضاعه زي في واحد كنت مستنيك تقول لي عليه بس لك انت ما قلتش استنى كابتن كده. قول يا حسن وبعدين قول لنا في الاخر مين. انا حمدي فتحي. يعني انا حمدي فتحي بالنسبه لي. تحبه انت حمدي؟ لان هو مش واخد حقه صراحه كابتن. دايما الديفندرات ما تاخدش حقها في الكوره المصريه يعني. بس ده كان زمان. زمان كان بتاع الجندي مجهول. لكن دلوقتي اصلا الديفندر ده اللي بيعمل كل حاجه في الملعب. جندي المعلوم دلوقتي. زمان كان هو بس اللي بينظف المنطقه دي. أيوة. لكن دلوقتي هو بيعمل كل حاجه بيهاجم وبيدافع لا 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 كمان عامل اداء كويس قوي. أه. هجوميا. صح. بيجيب جول وبيساند. مين تاني غير حمدي فتحي؟ هو كريم. طب حراس المرمى ندخلها لا اتقل على حراس المرمى. قول لي بس الاسم اللي انا عايز حد يقوله ده. في الاهلي. طب فين؟ في الاهلي؟ اه. في الاهلي محمود متولي اكيد. يا سلام يا كريم. لا والله اسقف لك رحمه بجد. طبعا محمود متولي قعد 3 سنين يا عيني يعاني اصابات. طب ليه ما قلتش واكرم برضه؟ ما اكرم ده على جنب. انا بس انا مشفق على محمود متولي. محمود متولي ده شخص المفروض يبقى اكرم عنده رصيد. انما محمود بقى له 3 سنين بيقول له يعني من 2019 جه النادي الاهلي هو يا عيني كل ما يلعب صليبي. مزق خلفيه مزق اماميه. مش عارف ايه يخلص. بس والله مقتنعين بيه من زمان بس الاصابات. فعشان كده انا قلت لو ما كملش السنه دي لازم يطلع اعاره. بس ربنا كرمه وده منتخب. وفي لعيب تاني قلنا عليه كابتن محمود. انا بتمنى كان السنه دي يطلع اعاره من اول الموسم. لان دوت هيبقى. صح. يعني استثمار للنادي الاهلي واستثمار لمنتخب مصر. صحيح. لعيب. طيب انا عشان فاضل لي دقيقه. ماشي. افضل حارس في الدوري حتى الان انا الهاني سليمان. و يعني اشيل الشناوي يعني بعيده خلاص اللي هم الاسين. خلي الناس اللي هم ممكن ما تبقاش اسمهم المقاولين. محمود ابو السعود. ابو السعود. انا بالظبط الاثنين. انا في الاختيار محمود ابو السعود الوحيد اللي خد مان اون ذا ماتش في الاجوان. صح. فده بعتبر الفتره دي من احسن الاجوان لانه خد احسن لاعب في المباراه. صحيح.